اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات شيفروليه في ابو ظبي 0505163525. زي ما انتم شايفين السياره اللي ما شاء الله قدامنا حاليا البليزر ار اس موديل 23 فيس ليفت اللون الاسود، بتتجهز للتسليم. السياره بتكون ماكينه 3.6 V6، طبعا بتشتغل 4 او 6 سلندر حسب الار بي ام، 308 حصان وتسع سرعات اوتوماتيك جير دول كلتش، يعني استجابة اسرع واستهلاك بترول اقل. سيارة طبعا خمس كاميرات، رادارين اماميين، واحد للمشاة واحد للسيارات، تنبيه للخروج عن الحارات، نقاط عمياء على المرايات، رنجات قياس 21 انش، فتحة سقف بانوراما، ابل كار بلاي واندرويد اوتو. يعني شايفين الشكل الخلفي كمان ما شاء الله جميل. نشوف من الداخل، دبة الاوتوماتيك، مساحة الدبة ما شاء الله كبيرة جدا. الشاشة زي ما شايفين اكتر من 10 انش، فتحة بانورامية، دخول ذكي على الابواب، وهنا استهلاك البترول. فيها طبعا ذاكره الوضع السائق 2، فتحه دبه من الداخل، سماعات البوز، الرادار الامامي، اعداد الديجيتال، شاشه كاميرا الخمسه بتظهر رؤيتها في المرايه، اول ويل درايف، بتنزل طبعا باللون الاسود الداخلي مع الخط الاحمر. سياره من اكتر السيارات مواصفات واحلى شكل متوفر عندنا حاليا في بن حموده للسيارات، واهلا بكم.